أهلا وسهلا بكم في ملف اليوم، ملف جديد معي أنا روبير النخل. هل بدأت قواعد اللعبة تتغير في أوكرانيا مع انتخاب دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض من جديد؟ لأول مرة منذ عامين تكسر برلين، ثاني أكبر داعم لكييف بعد واشنطن، عزلة موسكو أوروبيا. اتصال هاتفي بين المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأتي وفق كثيرين في سياق بالغ الصعوبة بالنسبة لأوكرانيا التي تستعد لشتاء ثالث تحت النيران الروسية، مع تعرض بنيتها التحتية للطاقة لضرر هائل أو تدمير كامل. إذن لأول مرة منذ العام 2022 أجرى المستشار الألماني أولاف شولز مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي الأولى منذ ديسمبر 2022. وفق برلين فقد طالبت شولز بوقف حرب أوكرانيا وسحب القوات الروسية. وفقا للكرملين فإن المكالمة جاءت بمبادرة ألمانية وتضمنت تأكيدا من بوتين على حفظ مصالح روسيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية. مكالمة متأخرة أغضبت على الفور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الذي قال إن هذا ما أراده بوتين منذ فترة طويلة، لكن زيلينسكي في الوقت نفسه أقر بصعوبة الوضع الميداني لقواته شرق أوكرانيا وبأن روسيا تحرز تقدما هناك، مشددا على ضرورة فعل كل ما يلزم لضمان إنهاء هذه الحرب في العام المقبل 2025 بطريقة دبلوماسية. وفق زيلينسكي الذي أضاف أنه من مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يجلس إلى طاولة التفاوض، ولكن ليس الاتفاق على أي شيء على حد تعبير زيلينسكي، الذي أشار إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد حفل تنصيبه وفقا للقانون الأمريكي. غضب زيلينسكي التراجع على الجبهات الأضرار التي أصابت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. معنا مباشرة من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، في ملف اليوم نبحث الوضع الميداني، التداعيات على الجيش الأوكراني والغضب الذي يعني اشتضار به الرئيس الأوكراني بعد المكالمة بين أولاف شولز وفلاديمير بوتين. نعم روبير، ربما نبدأ بآخر التصريحات التي صدرت عن الرئيس زيلينسكي والتي جاءت بعد ساعات من المكالمة التي جرت بين المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيس الأوكراني علق على هذه المكالمة في إحدى المقابلات في مع وسائل الإعلام الأوكرانية، وقال بأن بوتين لا يريد التفاوض على إنهاء الحرب، إنما يريد كسر عزلته الدولية بعد 3 أعوام من الحرب، وأن أوكرانيا ستتخذ كل السبل والوسائل الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب، وأن المفاوضات مع الجانب الروسي ممكنة، ولكن لا يمكن أن تكون أوكرانيا لوحدها هي من تفاوض الجانب الروسي، وتكون أوكرانيا في موقف قوة لكي تفاوض الجانب الروسي، ليس على شروط استسلام أوكرانيا إنما على شروط إنهاء الحرب، وهذا من خلال القوة، وهو ما تريده أوكرانيا بأن تتم المفاوضات بينها وبين القوات وبينها وبين الجانب الروسي من خلال القوة. أيضا الرئيس زيلينسكي قال بأن أوكرانيا تستعد الآن للضربات الروسية على الطاقة، وأنها اتخذت كل سبل الأمان من أجل تجنب الأضرار التي تلحق بقطاع الطاقة. عامر، حجم هذه الضربات اليوم وفق التقارير الأوكرانية بأنه سيستغرق عقود ربما لإعادة بناء كل هذه المصانع وهذه البنية التحتية، وبالتالي خسائر الحرب الأوكرانية فادحة ليست فقط في الأرواح والعتاد وإنما بالبنية التحتية المدمرة بالكامل.
نعم بالفعل روبير، هنالك أضرار كبيرة لحقت بقطاع الطاقة وأضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية المدنية داخل أوكرانيا. نحن نتحدث عن نحو 3 أعوام لم يتوقف خلالها القصف من قبل الجانب الروسي على الأراضي الأوكرانية، والقصف الذي يستهدف البنى التحتية للطاقة. كل يوم يتم تسجيل غارات جوية سواء كانت باستخدام المسيرات أو حتى باستخدام الصواريخ. أيضا تشير كل بيانات الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية ما زالت تكثف من هجماتها على الجنود الأوكرانيون الموجودون على طول خط الجبهة. الليلة الماضية فقط لوحدها تم تسجيل ما يقارب من 173 اشتباكا وقع بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية على طول خط الجبهة، وأن الجيش الروسي يكثف من هجماته على محور منطقة كوبيانسك. الجيش الأوكراني تحدث بوقوع أو أفاد بوقوع 30 اشتباكا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك. كذلك أيضا الدفاعات الأوكرانية الليلة الماضية قالت بأنها اعترضت أو أسقطت 53 طائرة مسيرة من أصل 83 أطلقتها القوات الروسية. استهدفت هذه الطائرات المسيرة جل الأراضي الأوكرانية وتحديدا العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق في وسط أوكرانيا، وكذلك مناطق في جنوب أوكرانيا مثل زاباريجيا وأيضا منطقة خيرسون. أيضا تحدثت الإدارة العسكرية والمحلية في منطقة خاركيف عن سقوط صاروخ من نوع S-300 على المدينة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. كل الأحداث تبدو أنها تأخذ منحى متصاعد في أوكرانيا مع قدوم الرئيس دونالد ترامب، مع قدوم إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة تتخذ منحا تصعيديا، وهو ما نوه إليه قبل قليل وزير الخارجية السابق ديمترو كوليبا الذي قال بأن عامر قبل أن ينتهي وقتنا إلى أن يبقى الحرب سوف شح تنتهي المساعدات العسكرية. أضخم هذه المساعدات كانت من الولايات المتحدة ومن ألمانيا فضلا عن عدد من المانحين الأوروبيين، ولكن بعد اتصال تشولز والميزانية الألمانية التي تتحدث عن تخفيض هذه المساعدات، وما قاله الرئيس الأمريكي المنتخب أيضا دونالد ترامب بأنه لن يسمح بأن دافع الضرائب الأمريكي أن يقدم هذا السلاح المجاني لأوكرانيا ولزيلينسكي، ومن هنا الخشية الأكبر لدى الرئيس الأوكراني. هناك خشية بالفعل روبير لدى الجانب الأوكراني بأن تخفض الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، خاصة وأن الولايات المتحدة هي الداعم الأساسي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وتليها أيضا ألمانيا في دعمها إلى الجانب الأوكراني. لكن الجانب الأوكراني يقول بأنه يريد أن يستمر في هذه الحرب بشكل عام وأن يسترد كل أراضيه حتى ولم يكن هناك دعم من قبل الجانب الأمريكي، خاصة وأن أوكرانيا باتت الآن تصنع معداتها العسكرية بنفسها، وهو ما صرح به الرئيس زيلينسكي في حديثه لوسائل الإعلام يوم أمس بأن أوكرانيا قد تمكنت من صنع 4 نماذج لصواريخ باليستية تكون قادرة على قصف أهداف داخل الأراضي الروسية. أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على المساعدات الأمريكية، نعم، ولكنها أيضا تريد أن تفاوض الجانب الروسي من خلال القوة وليس من خلال الاستسلام، وهو ما تم المصادقة عليه في الداخل الأوكراني بأن تتم هذه المفاوضات مع الجانب الروسي من خلال القوة وليس من خلال الاستسلام. روبير، مباشرة من كييف عبر ملف اليوم، مراسل سكاي نيوز عربية عامر عرقي. حرب مر عليها أكثر من 1000 يوم وأدت إلى خسائر فادحة، حيث كشفت الأمم المتحدة عن مقتل آلاف المدنيين وأن قدرات الطاقة الأوكرانية شارفت على الانهيار. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن ثمار الحرب خلال فصل الشتاء المقبل قد يكون بمثابة نقطة تحول دراماتيكية تجبر مزيدا من المدنيين على النزوح الجماعي داخل أوكرانيا أو خارجها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يكن متفائلا بحدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا وأوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب، وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي إن جميع الحكومات الأمريكية لديها مصلحة في إضعاف موسكو،
وأضاف لافروف أن كل التطورات تؤشر على سعي الغرب للقضاء على روسيا كما على الساحة الدولية. ومن المقرر أن يمثل لافروف روسيا في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل، حيث يلتقي مسؤولين أمريكيين. هذا الإعلان لافروف وإعلان زيلينسكي أنه من مصلحة بوتين الجلوس إلى طاولة التفاوض والاتفاق، ولكن ليس على أي شيء، وهي إشارة من زيلينسكي إلى اتفاق نهائي في عام 2025. ما مدى الاستجابة الروسية وأي دور أمريكي؟ نرحب بضيفينا من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي رولاند بيغاموف، ومن كييف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية أوليكسي هارن. أبدأ معك سيد بيغاموف. اليوم ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرتبط بمحتوى هذا الاتصال بين المستشار الألماني والرئيس الروسي، أم يتجاوز ذلك إلى شكوك بشأن السياسة الأمريكية وما سيقدمه دونالد ترامب؟ تحياتي لكم وللجمهور. أعتقد أن هذا الإعلان هو ليست له العلاقة المباشرة مع الاتصال بين شولتز وبوتين، والاتصال كان متوقعا منذ شهرين تقريبا، ولكن حدث فقط بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهناك أيضا السبب الداخلي لدى شولتز في ألمانيا، هناك العوامل السياسية الداخلية التي أجبرت شولتز اتصال ببوتين. كان بإمكان بوتين ألا يرفع السماعة ولا يتحدث معه، ولكن مرة أخرى رفع السماعة وأثبت بذلك بأنه هو بالفعل منفتح على الحوار مع الجانب الأوكراني. أما لافروف فهو أثبت فقط الشيء الذي دائما يقوله، هو موقف روسيا دائما، روسيا مع المفاوضات ولم تكن ضد هذه المفاوضات. ولكن هناك طبعا كان موقف زيلينسكي الذي ألغى بحكم مرسومه أي مفاوضات مع روسيا، وأيضا هناك بطبيعة الحال الكلمات لافروف يدل أن لدى روسيا تفاعل حاضر جدا من ما يحدث في الولايات المتحدة، وترامب ليس ساحلا، والروس يراقبون. طيب. أن سيد بيغاموف، سأعود معك إلى الشروط الروسية الجديدة والذهاب إلى طاولة التفاوض والعقوبات القاسية التي يرزح تحتها الاقتصاد الروسي، ولكن سيد أوليكسي، هنالك فعلا خشية لدى الرئيس الأوكراني زيلينسكي من اتفاق ما، من عزلة ما قد تفرض على كييف، وبالتالي البنية التحتية المدمرة، خسائر هذه الحرب الطويلة دفع ثمنها الأوكرانيون مقبلون على فصل شتاء جديد. ويتحدث زيلينسكي عن رفع سقف الشروط والذهاب إلى طاولة التفاوض مع بوتين. تبدلت اليوم الظروف وضاعت الفرصة على كييف؟ لا، زيلينسكي لم يفقد هذه الفرصة، فهذا الأمر يعتمد على استمرار هذا الدعم الغربي لأوكرانيا واستمراره، وهذا يؤدي إلى إحراز نصر، وما زلنا نستمر في هذه الحرب، وما زلنا نختار أن نواصل هذه الحرب. فأوكرانيا لديها السلاح الكافي ولديها الدعم الكافي، والآن سلوك ترامب نستطيع أن نتنبأ به، فهو سوف يستمر في دعمه لأوكرانيا، نحن نتوقع ذلك. وفي الحقيقة ترامب حينما كان رئيسا في ولايته الأولى استمر في دعمه لأوكرانيا وعبر عن ذلك في ذلك الوقت. وبالنسبة لنا، نحن أمامنا سيناريو
نحن ما زلنا نكسب مزيدا من الدعم العسكري الأمريكي، ولن نتوقع أن هذا الدعم سوف يتوقف، ولكن ربما لا يكون هذا الدعم دعما كاملا على حسب ما نريد، ولكن ربما يتناقص ذلك الدعم، وإلى حد ما هذا قد يؤثر على موقف أوكرانيا في هذه الحرب الدائرة. وننتقل الآن إلى الحديث عن المفاوضات. هذه المفاوضات نحن نريد أن ننخرط فيها، ولكن عن أي شيء نتفاوض؟ بوتين يتحدث عن هذه المفاوضات وما زال يتحدث عن هذه المفاوضات، ولكن نحن في أوكرانيا ينبغي أن ندرك أننا لدينا أراض محتلة، نحن نريد أن نتفاوض بشأنها، نريد أن نتخيل هذا الذي نتحدث فيه عن هذه الأراضي المحتلة، نريد أن نتفاوض بشأنها وشروط هذه المفاوضات، ونتذكر ما حدث بشأن العراق وما شابه ذلك، والآن نتحدث مرة أخرى عن الدول الغربية، وحين سعى الدول الغربية لدفع صدام حسين للخروج من الأراضي التي احتلها، فكذلك نحن نريد أن نتفاوض بهذا الشأن، ولكن هذه المفاوضات ينبغي أن تكون عن استقلال أوكرانيا وعن تحرير أورانيا لهذه الأراضي وانسحاب الروس من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها. سيد بيجاموف، وصلت الفكرة سيد هارن، أنت تطيل في الإجابات ويضيق أمامنا الوقت. سيد بيجاموف، هنالك الانسحاب من الأراضي وحماية أيضا مصالح موسكو أو الناطقين باللغة الروسية، كل هذه النقاط محورية في ورقة التفاوض الروسية، وبالتالي ما قاله ضيفنا من كييف وهو يعني يؤكد على موقف لافروف بأن لا تبدل في الموقف الأمريكي، وبأن الأوروبيين ربما يخشون الموقف من دونالد ترامب، ولكن لا تبديل ضمن المؤسسات الأمريكية في السياسات الخارجية والدعم للحلفاء. أنا أتحدى الضيف في كيف، وأعتقد هو يعني موافق تماما مع رأي سيده السيد سيد يلينسكي، الرئيس الأوكراني المنتحي ولايته في 20 مايو من هذا الأمر. فيما يتعلق الدعم الغربي سيستمر، ولكن الدعم الأمريكي سيكون أقل، وربما الأوروبيين سيدفعون الفاتورة. فيما يتعلق ترامب ودعمه لأوكرانيا في ولايته الأولى، لا يمكن مقارنة الدعم الذي قدمته أمريكا أيام ترامب مع الدعم التي قدمته إدارة بايدن. وترامب الآن هذه الولاية ستختلف جذريا عن الولاية السابقة، لأن ترامب هذه المرة سيسيطر بعد التنصيب على كونغرس بأكمله، على مجلس الشيوخ والغرفة السفلى للمجلس، وكذلك إدارة الرئاسة. يعني الشروط اللعبة تغيرت، ولهذا هو السبب لماذا شولتز اتصل ببوتين، وقريبا أنا أتوقع أن يتصل به ماكرون، هو أيضا في السكة وفي الدور، لأن في أوروبا هناك بالفعل الحكومات والشعوب تعبت من هذه الحرب. الوحيد الذي يصمم لمواصلة الحرب هو رئيس الوزراء الأوكراني البريطاني السابق بوريس جونسون. بوريس جونسون هو الشخص الذي ضغط على زيلينسكي على القيادة الأوكرانية وأجبرهم لمواصلة هذه الحرب وفقدان مزيد من الأراضي في أوكرانيا ودماء المواطنين الأوكرانيين، سواء كانوا روس أو الأوكرانيين، الناطقين بالروسية وغير الناطقين بالروسية وغيرهم، كل هذه الدماء هي على رقبة هذا الرجل البريطاني رئيس الوزراء الأسبق. هذا هو الذي أستطيع أن أقوله، ولا داعي هنا لضرب مثال صدام حسين والعراق، لأن الوضع يختلف تماما، لأن الروس كانوا يدافعون عن جمهورية دونباس، والروس شرفة، وهم كان ما لم يكونوا مع استيلاء أراضي أوكرانيا. الروس ليسوا مهتمين بالأرض، الروس مهتمين بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية ودولة
شقيقة كما كانت سابقا ودولة جارة، إن لا تكون شقيقة إن نسوا طيب. أوكرانيون. سأتابع معك سيد رولاند ومع ضيفنا من كييف السيد أوليكسي، ولكن أيضا نتابع هذا العرض للمواقف لكل من موسكو وكييف. رغم تعهد ترامب بإنهاء الحرب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع عدة شروط للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، أهمها أن تسحب كييف قواتها من أربع مناطق تطالب روسيا بالسيادة عليها، وهي دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزابوروجيا، كما تشترط موسكو أيضا أن تتخلى كييف عن نواياها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وأن تؤكد وضعيتها الحيادية مع تحديد حجم الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية التي يمكن أن تمتلكها وأن تنشرها كييف على أراضيها. كما يطالب بوتين بحماية حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، فضلا عن رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. في المقابل ترفض كييف هذه الشروط، وصفها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بأنها خدعة كاملة، حيث تطالب كييف بانسحاب القوات الروسية من كامل الأراضي التي سيطرت عليها موسكو منذ بدء الحرب في فبراير من عام 2020. تطالب أوكرانيا أيضا بانسحاب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي سبق وضمتها موسكو إلى الأراضي الروسية في العام 2014 في خطوة لم يعترف بها الغرب. كما طرح زيلينسكي ما وصفها بخطة النصر والمكونة من عدة بنود. في مقدمة هذه البنود دعوة كييف للانضمام إلى الناتو حلف الأطلسي، مع منح أوكرانيا كامل احتياجاتها من الأسلحة الغربية، وتخصيص أيضا ما وصفها زيلينسكي بحزمة ردع استراتيجية شاملة غير نووية لحماية أوكرانيا من أي تهديد عسكري روسي في المستقبل. كثير من المحللين يرون أن خطة الرئيس الأوكراني غير واقعية، لا سيما في ظل إحراز القوات الروسية المزيد من التقدم داخل الأراضي الأوكرانية، والحديث عن احتمالية خفض المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة مع دونالد ترامب. نعود إلى ضيفينا من موسكو الأكاديمي والباحث أسي رولاند بيجاموف، ومن كييف أيضا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية أوليكسي هارن. سيد هارن، كنت استمعت إلى سيد بيجاموف ضيفنا من موسكو، هنالك نقاط يعني ثابتة في هذا التفاوض، وبالتالي لا تراجع من قبل كييف أمام الشروط السابقة التي وضعها زيلينسكي، هل وفق شح المساعدات العسكرية وتراجع الدعم الأمريكي المحتمل سيقدم زيلينسكي المزيد من التنازلات لإنهاء الحرب على ما قال ستنتهي في العام 2025؟ في البداية نريد أن نتحدث عن الحقائق الثابتة. نحن بشأن هذه الحقائق الثابتة لدينا فيها تفسيرات عديدة. روسيا غزت أوكرانيا وأوكرانيا لها تدافع عن نفسها، وروسيا ما زالت تواصل هذه الحرب وما زالت تواصل هذا الاعتداء. نحن نريد إلى ضمانات على أن روسيا لن تواصل هذا الأمر. نحن نريد هذه الضمانات من المجتمع الدولي، لأن روسيا في العام 2014 حدث منها اعتداءات اعتداءات أخرى في العام 2021، وما نسمعه من الجانب الروسي لا يعد أن يكون مجرد دعاية لا جدوى منها. هذا ما نسمعه يبررون به ما فعلوه منذ العام 2015. نحن هنا في كييف وفي كل مكان الناس يتحدثون اللغة الروسية ولا مشكلة في ذلك، ولكن هؤلاء الناس الأوكرانيين كلهم بما في هؤلاء الأوكرانيون الذين يعيشون في هذه المدن التي على الجبهة وعلى الخطوط الأولى كلهم يتحدثون اللغة الروسية، وهؤلاء جميعا الناس الذين في هذه المدن ما زالوا ينزحون من هذه المدن وكانوا في هذه الأماكن في مدن مثل زيها، وفيها نازحون وفيها من تركوا بيوتهم ومن تركوا منازلهم بسبب هذه الحرب الروسية على أوكرانيا. هذه حقائق ثابتة، نحن نحارب من أجل حريتنا ومن أجل حرية بلدنا
وأنا أريد أن أطرح سؤالا إلى كل من يشاهد هذا البرنامج، هل أنتم تشجعون أو هل أنتم توافقون على أن تتخلوا عن حريتكم، وهل أنتم توافقون على أن تحتل بلدانكم من قوى أجنبية عنها؟ لا أحد يوافق على هذا، ولكن علينا أن نبدأ في هذه المفاوضات برغم ذلك، وعلينا أن نتحدث إلى الروس، ولكن حين نجلس معهم فعلينا أن نجلس معهم من موقف قوة لا من موقف ضعف، وبالتالي فنحن نحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي ومن كل المجتمعات ومن كل الدول. ونحن حينما نتحدث عن عزلة بوتين فهذا قد نراه واضحا في قمة الدول السبع في البرازيل. لماذا سيتعرض بوتين وصلت هذه الفكرة وانتهى وقتنا سيد أوليكسي هاران أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية، كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في كييف ومن استديوهاتنا أيضا في موسكو الأكاديمي والباحث السياسي رولاند بيغاموف، شكرا جزيلا لكما. بهذا نصل إلى ختام ملف اليوم، غدا ملف جديد وموعد جديد، بأمان الله.